يعطيكم العافية. أهلين أستاذ. تفضلي ارتاحي يا أستاذ، تفضلي. ما بيصير حضرتك واقف. لا لا معلش، اللي مثلك ما بيصير توقف وتتعب حالها، لازم ترتاح. تفضلي ارتاحي. أهلين وسهلين أستاذ، شرفت المكتب، شرفت المكتب، نور بقدومك. المكتب منور بوجود الآنسة وردة، ما شاء الله. اسمها وردة وهي وردة، اسم على مسمى. خجلتني استاذ. لا ليش الخجل؟ الواحد بيخجل من خصلة عاطلة فيه لا سمح الله، بس ما حدا بيخجل من حلاوته وسحره وظرافته. اهلين وسهلين استاذ جميل، خطوة عزيزة. شو بتحب؟ نضيفك شاي، قهوة، زهورات، مليسة؟ لا استاذ سالم، ممكن تتكرم علي بشي كاسة؟ تفضلي يا ابي سي وردي، تفضلي. لكن لا تستعي، هي انا قعدتها. كيفك؟ ان شاء الله الاستاذ سالم ما عم يضايقك. يعني بين فتره والتانيه الا ما يمرق له كم كلمه، بس اخف من اول بكثير. لا تزعلي مني، يعني الحق مو عليه. ما في رجال بالدنيا ممكن يقعد ويشوف هالجمال ويضل ساكت، يخزل العين عني. تفضل استاذ، كاسه المي. تفضل يا انسه وردي. شكرا، مالي عطشانه. خذ رجعها من محل ما جبتها، لانه الانسه وردي مو عطشانه. بس انا مالي جايبها للانسه وردي، انا جايبها لك. مو انت قلت لي جيب لي كاسه مي؟ ايه مزبوط، بس كنت حابب الانسه وردي تشربها لحتى تضل مفتحه وريحتها فواحه، مو عطشانه الانسه وردي بلاها. وعيل على بعقلك، متجوز وعنده ولدين. شو عم توشو شو ده؟ بعد عنا وروح وصينا على قهوه. الله لا يعطيني عافيه، طول هالوقت ومالي منتبه إلا لوردة. حدا بيعين هي أمل سكرتيرة وبيترك وردة الحلوة؟ مذكرة إدارية بناء على مقتضيات المصلحة العامة. 1، تنقل الآنسة أمل إلى الذاتية. 2، تنقل الآنسة وردة الحلو من الذاتية إلى مكتب المدير كسكرتيرة. يبلغ هذا القرار من يلزم وينفذ فورا. أكيد أمل هلأ بدها تزعل، لازم خفف عنا. مذكرة إدارية، ونظرا للجهود الكبيرة التي بذلتها الآنسة أمل أثناء عملها كسكرتيرة في مكتب المدير، تصرف مكافأة وقدرها 500 ليرة. لا شو 500، هي مو من صلاحياتي. ها، تصرف مكافأة وقدرها 300 ليرة سورية. التوقيع جميل الحمصي. يا سلام سلم، المكافآت بتتكلم. 300 ليرة؟ يا عين يا عين. صحيح مالك بحرزين، بس هذا دليل انه الاستاذ جميل بحبني. آنسة أمل جمال إلى الدراسات، لكان قرار المكافأة سطحنك. خير شوفي شوفي يا أستاذ وزي. شو جميل ما؟ بعيد الشر، بعيد الشر. لكن شوفي يا أستاذ، ما في حدا غيرك إلا يلغي، أنت صديقه بتمون عليه. الله يخليك، الله يخلي لك ولادك، خليه يلغي. ما بدي إياهم الاثنين يلغيهم، يلغيهم. لك شو هدول الاثنين يلغيهم؟ القرارين. أنا قراري. شو شي صريف 300 ليرة لازم تضحكي بعد ما تبكي. إذا ما بدك ياهم أنا باخذه. لا 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 لا, لا. هذا عاملتي لك شي عملة كبيرة. والله ما عملت شي، والله. بدك تكوني ناسياني شي قرار، شي موعد، شي شغلة. أبدا يا أستاذ أبدا. ما بيصير إلا يكون في سبب. والله ما بعرف.
طيب طولي بالك طولي بالك، هلا شوف فوت لعنده انا لجوا، الله يخليك. شو الموضوع؟ طولي بالك لفوت لجوا افهم شو الموضوع وبحاول اقول له يلغي القرار. الله يخليك يا استاذ وزير، ما المعروف ما رح انزلك يا عم. خلص 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 كل يوم تليفونات، خلصت تعديل المسلسل؟ خلصت تعديل المسلسل؟ لا تخاف، يوم او يومين بالكتير راح تسمع مرتي وهي عم تولول وتستجير. يعطيك العافية أنسي أمل. نعم، شو بدك؟ أستاذ جميل ما بعيد الشر إن شاء الله. أنت ولاد إلعب من هون. لك شبكي شبكي، كل ما نجي لعندك بتقلقينا. طولي بالك، لازم تعرفي إنه أنا هون بطلع كاتك موظف بالمديرية. خلصني، قول شو بدك. بدي الطلب اللي جبت لك يا خدو ولا إلعب من هون. أصلا أنا مو جاي على بالي انزع مرائي بهالوش. شو بوشي؟ هلو، شو بدك تساوي بكل البقدونس؟ اجت على بالي التبولة، صار لي زمان ما عملتها. يا سلام، بتصدي انه كنت اقول لك ساوي لي تبولة؟ كأنك بقلبي. ليش انا وين؟ لك انت بقلبي وبروحي وبكياني وبكنهي وبجوهري وبداخلي وبكينوتي. تقبر قلبي، السحر بلش يعطي مفعوله. لسه ما شفتي شيء. صحيح جميل، قل لي شو ساويت اليوم ومع مين حكيت ومين قابلت بالتفصيل. اللي صار اليوم بإذن الله رح يصير كل يوم. اليوم ما خليت لا مراجعة ولا موظفة من شري، كله على يسلم لي الطول. ولك هدي هدي مالك هدي، دخيل مشية النقوزة يسلموا لي هالعيون من هالحكي اللي بيحبوا قلبك كتير. قدي جاي عبالي اسمعك بإذني يا جميل. رح تسمعي، رح تسمعي كتير. قلي لقلك قلي. منشوف. تعرفي شو عملت اليوم كمان؟ شو عملت؟ نقلت أمل السكرتيرة البشعة اللي كنتي تقولي لي على طول انقلها انقلها. مين بده ينظم لك شغلك؟ عينت وحدة تانية بدالها. بس ما تكون أبشع من أمل. الله يسامحك، إيه معقول أنا أنقل أمل مشان جيب وحدة بشعة؟ هي اللي عينتها بتطير ضمانات العقل، تمت للفستقة عيونها، شعر لهون يخزل عين عنا. هدي هدي مالك هدي، ومو بس هي حلوة، كمان اسمها حلو. إيه ها، من زمان لازم كنت تعملها، لقوم جيب الدفة. عجبكم؟ ما همه، رجعنا من الأول. جزء الثاني. ورقص الحصان على دقة قلب النان. خلصنا. صباح الخير استاذ. شو عم تعملي هون؟ كنت عم نظم جدول إضافي. ليش وين وردة؟ هي أحلى وردة لأحلى ورد. مو عن هذا الورد عم بسأل. لك عن أي ورد بتقصد أستاذ؟ وردة الحلو السكرتيرة الجديدة وينها؟ السكرتيرة الجديدة؟ سمعتوا مثل ما سمعت؟ إيه السكرتيرة الجديدة. ولا ما قريتي القرار؟ ها صحيح أنت بتقري القرار اللي بيعجبك واللي ما بيعجبك ما بتقري ما؟ والله أستاذ قريت القرارين بس. بس شو؟ بس على اساس انه القرار الثاني التغى. التغى؟ ومين لغى؟ حضرتك. انا؟ ايه لما كان الاستاذ وسيم عندك. انا لغيت القرار؟ ايه استاذ، الاستاذ وسيم قال لي انك لغيته. انا ما لغيت شيء. يلا روحي ونفسي القرار بسرعه. يلا. اوه استاذ. قال الغي قال. معقولي شو كنت دب أنا؟ في حدا بالدنيا بيترك كل صبايا المديرية النغشين وبيعين هاي؟ شلون كنت أتحمل أطلع بوشانا سنة كاملة؟ يلا نيها اللي خلصت منها، وعلى قولة المثال أن تصل متأخرا خير من ألا تصل أبدا. بس كانت سنة صعبة، ولي الله لا يعيدها. لا 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 خير انسي، اما شوفي والله نطفتي لي قلبي شبكي. ما في شيء يكرفها.
حالي. لك شلون ما في شيء وشايفك عم تبكي؟ معناتها في شيء وشي خطير كمان. امك مات شيء؟ بعيد الشر ان شاء الله انت. لكن ابوكي؟ ان شاء الله ابوك. لكن شو قصة؟ احكي لي شو؟ عجبك يا درويش اللي سواه بعد خدمة سنة كاملة؟ مين؟ المدير. شو سوا؟ استغنى عن خدماتي. شرحي؟ لا لا، انا قال لي على الدراسات. ليه؟ ما بعرف يا درويش، ما بعرف. عملتي لك شي شغلة ومجعول منها؟ ابدا يا درويش ابدا. مخطئ بشي قرار نظمتيه بالغلط؟ ابدا يا درويش ابدا. مخربطة شي بالمواعيد؟ ابدا يا درويش ابدا. كله ابدا ابدا، مو حافظة غير هالكوانة. على كل حاجتك بكي بكي ما لح يفيدك. هلا بروح بشاوي له القهوة وبحكي له وبروقه انه يلغي لك القرار. وبتقدر تقنعه؟ يا كان بقدر بقنعه. ما بتسمعي المثل اللي بيقول لا تاخذ الرفشة الماكنة غير مثل حمار ضعيف؟ بعدين ما بتسمعي كمان يلي بيقول انه اجل المدير مدير؟ يا رب. ايه استاذ ممدوح. لا انت على كل حال بلغها الانسة وردة الحلو انه هي صارت سكرتيرة عندي. ماشي، قرار نقله ببعته لاحقا. لك يا اخي مو على راسك، على راس شغله بتكون اليوم. ماشي، الله معك، يعطيك العافيه، مع السلامه. صباح الخير استاذ. صباح الخيرات. تفضل، الشباب الهنا ان شاء الله. يسلموا. وردي. الو، اهلين استاذ. حاضر فورا، مع السلامة. وين رايحة؟ تشاو. شو تشاو ما تشاو؟ وين رايحة؟ نقل لي الأستاذ جميل لعنده، صرت سكرتيرته الخاصة. باي. الله ما يوفقك يا سالمي، أنا صدقت على الفصل. أنا قلت لحالي زيارة هالمدير مو لالله، أتاري مشان ينقل وردة لعنده. نيالك نيالك يا جميل الحمصي. لا أنا اللي حمصي. هل هل خير؟ شو بدك؟ ليش واقف فوق راسي؟ سلامتك استاذ. بس بس شو يعني؟ مشان انسى امل حرام الغي القرار استاذ. تفضل اقعد محلي. لا استاذ. لا بدك تقعد محلي. شريف خذ طلبه شيء يلا. خلاص تفضل. عفتك جد استاذ؟ طبعا جد، تفضل. حاضر. هات عمك السندية استاذ. وقع القرار اللي بدك اياه. يلا. يلا. إذا ما بدك ليش توقيع هذا؟ شو؟ هذا استاذ قرار الغاء العقوبة؟ نعم. عجبتك القعدة؟ عجبتني كثير استاذ. قوم 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 من هون. لا تدخل بشيء ما بيخص. يلا يلا. ما صدق امتى قعد؟ اصلا هاي الكراسي هيك قفلتها. درويش لك يلعي قلبك لعيت لي قلبي. طمني شو صار معك؟ قبل يلغي القرار ولا لا؟ طمني طمني، ما قلت لك لا تاخذي الرفشة الماكنة غير من الحمار المطعيم؟ عم تحكي جد؟ قولي ان شاء الله، قولي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، بس فهمني قبل يلغي القرار ولا لا؟ باذن الله بيلغي. حتى شوفي سالية صبعتي، سالية سالية. هلا لقيته مشغول وما حبيت افتح معه الموضوع. بعد شوي بيفطر وبيروق وبفوت لعنده بتلجأ انه يلغي القرار. انت بتعرفي المدير بيعزني وما بيرفض لي اي طلب. درويش تعرف إذا قبل يلغي القرار إلك عندي خاروف. لك شو خاروف؟ بقرة لعيونك. خليها البقرة بضحنا أحسن. يا روح ريشك يا درويش. مرحبا. أهلين أنشي وردي. كيفك درويش؟ الحمد لله. بدي قهوة؟ لك مو على راسي، أحلى فنجان قهوة لأحلى وردة. خير أنشي وردي، شو بدك؟ ما بلغك الأستاذ جميل؟ بشو؟ صرت سكرتيرته. سكرتيرته؟ مين بلغك؟ لسه القرار ما طلع. الاستاذ ممدوح ناقبه بلغني اياه هاتفيا. الاستاذ ممدوح ناقبه بلغك اياه هاتفيا. ديري بالك على المكتب يا وردة. وعلى الاستاذ جميل يا وردة. اكيد. واذا احتجتي اي شيء خبريني وبشي فورا يا وردة. شكرا. يبعث لك يا وردة.
وردي ما بده يجيب لنا غيرها. ما شاء الله يعين لنا وحده حلوه هيك ومنغرشه عشان نتسلى وناخذ نعطي معها، مو مثل ورده منزعه وشايفه حالها. شو يعني كل مين حلو بيتنزع وبيشوف حاله. خير أنسة أمل مين قتلك؟ قصدي مين قتلك؟ أمي؟ بعيد الشر إن شاء الله أنت. أبوكي؟ أبوك أنت. أبي الله يرحمه ورحمة الله عليه، إنا لله وإنا إليه راجعون، كنا على الطريق، من التراب خلقنا وإلى التراب نعود. بسيطة بسيطة. أنسة أمل؟ ما أنت لي؟ مين اللي ما؟ وين العزاء؟ العزاء رح ينفتح على طول، كسر قلبي وحطم شعوري. بسيطة بسيطة، أنا عندي إصبع تلزيق بكرة بجيب لك إياها بتلزقي قلبي وبيمشي الحال. ليش عم تبكي؟ قليل الأصل ناكر نجمين. ليش بقى؟ مين؟ مستر جميل. ليش شو عمل لك؟ نقلني لهون. قولي بعت لي قتلي، إن شاء الله بروح معك ونتف. خير استاذ صالح، مين قتلك؟ قصدي مين مثلك أمك ماتت؟ إن شاء الله أمي. أبوك؟ أبوكي. مرحبا. اهلا. شو وين عمال؟ انا محلا، شو بتريدي؟ معناها طلع كلامه مزبوط. شو؟ لا قصدي هالطلب مستعجل، يا ريت وقعي لي من المدير. تكرمي، تفضلي ارتاحي. يعطيك العافيه استاذ. الله يعافيك يا احلى ورده، يا احلى فله، يا احلى ياسمين، يا احلى نرجس. من زمان كان لازم جيبك لعندي. وين انا عمك؟ وين كان عيوني انا؟ استاذ رجاء، انا ما بحب المجاملات وحكي الغزل، ما في داعي لهالاسلوب. لا طولي بالك، انا مو هيك قصدي، انا قصدي بس رح يفيكي بكلمتين حلوين. وينك لهلا انت؟ وينك رجاء؟ ما يتكرر هالشي مره ثانيه. في موظفه طلبت توقيعك وهي مستعجله، تفضل. يا العيني، شو رأيك وقع له ولا ما وقع له؟ لا بوقع. ما بوقع، بوقع له. شرفي تفضلي. بس يا ريت بهالأنامل الحلوين تساوي لي فنجان قهوة. هلا بقول له لدرويش اعمل لك قهوة. لك لا، هذا درويش أنا يمكن قلعه، لسه مو مبين وضعه. ساوي لي أنت قهوة. معناتها جيت مستخدم تاني يعمل لك القهوة. شو الحظ تبعي؟